عبر الهاتف مباشرة من الحدود السورية الأردنية ينضم لنا أبو سيف القلموني المتحدث باسم قوات الشهيد أحمد العبدو في البادية السورية. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. إلى أين وصلت المعارك في السويداء؟ إلى أي مدى الثوار صامدون في صد قوات النظام والميليشيات؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل شهدت منطقة البادية الشامية والسويداء الشرقي هجوم هو الأعنف منذ بداية الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام المدعومة بالميليشيات الشيعية وسلاح الجو الروسي بمحاولة السيطرة على عموم البادية الشامية والتقدم باتجاه أماكن سيطرة فصائل قوات الشهيد أحمد العبدو وجيش أسود الشرقية. ويشهد محور وادي محمود بريف السويداء الشرقي النصيب الأكبر بعد عدة محاولات فاشلة من قبل قوات النظام بالسيطرة عليه والتقدم من اتجاه وادي أبو شرشوح والطريق الحربي الواصل من سد الزلف الخاضع لسيطرة النظام مؤخرا، حيث شهدت الجبهة مئات الغارات من قبل الطيران الحربي الروسي والمسائية الصاروخية. يأتي هذا التصعيد العسكري الغير مسبوق بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها قوات النظام وتدمير عدد كبير من الآليات وقتل أكثر من 40 عنصر، والخسارة الأكبر التي كانت خلال اليومين من صدمات إسقاط طائرة حربية نوع ميج 23 وأسر الطيار. للتوضيح طبعا ما تسعى إليه قوات النظام بمحاولة السيطرة على مواقع جديدة وتقدم من عدة محاور من محور ريف السويداء الشرقي ومحور استراد دمشق. طيب وبغداد. نعم سيد أحمد، لكن المناطق التي حررت الآن وهي محررة تماما من قبل الثوار وأيضا الاشتباكات التي لا تزال مستمرة، أين تتمركز بالتحديد وأهمية المناطق التي تجري فيها الاشتباكات فيما يخص سير المعارك وأهميتها بالنسبة لكم كثوار؟ الآن احنا ما تكلمنا عليه تقدم قوات النظام من عدة محاور من محور استراد دمشق بغداد، التقدم إلى بئر محروسي بمحاولة السيطرة على تلول الفكي وتل أم إذن، والمحور الآخر التقدم من سد الزلف للسيطرة على وادي محمود. جميع هذه الخطوط تعتبر خطوط جبهة مهمة لفصائل الجيش الحر كقوات الشهيد أحمد العبدو وأسود الشرقية. بحال تقدمت قوات النظام والميليشيات الشيعية أكثر من ذلك فهي تكون قد أطلقت السيطرة أو الخناق على فصائل الجيش الحر، ولن تسمح لنا التنقل أو الحركة في المنطقة، وخصوصا هناك مخاوف كبيرة يعني صمود فصائل الجيش الحر في المنطقة والدفاع عن منطقة صحراوية خالية من أي مقومات للحياة هو فقط من أجل مخيمات النزوح، مخيم الحدلات ومخيم الركبان. هناك مخاوف كبيرة من قبل فصائل الجيش الحر بحال أن تمت السيطرة على هذه المواقع من القيام في انتهاكات ومجازر من قبل الميليشيات الشيعية بحق أهلنا والنازحين في المنطقة، مع العلم أن مخيم الحدلات يضم أكثر من 8000 نسمة مدنية لا يوجد فيها أي فصائل مسلحة، كذلك الأمر مخيم الركبان يضم أكثر من 70000 نسمة. شكرا لك على هذه المعلومات أحمد العبدو، أو عفوا معنا كنت عبر الهاتف المتحدث باسم قوة الشهيد أحمد العبدو في البادية أبو سيف القلموني، كنت معنا من الحدود السورية الأردنية عبر الهاتف.